إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة ومهمة في إطار منافسات كأس العالم ودور الثمانية. الحلقة اللي فاتت الناس قالت لي إيه ما تبقى عمال تلف وتروح وتيجي وقعد في حتة وبتاع، دي أنا قعدت في الملعب ورايا الجون الحلو أهو ورايا الباسكت أهو، يعني شوف أنت عايز تلعب إيه، هتلاقي الرياضات هنا كلها موجودة. ولكن حلقة مهمة لأن عندنا ابتدينا في النص الحلقة ما قبل الأخيرة من كأس العالم وهو دور الثمانية. بتتكلم في مواجهات مهمة جدا، بتتكلم في فرق ما كانتش مرشح إن هي توصل للمنطقة دي من المنافسة ولكنها وصلت، بتتكلم على فرق زي اللي أنا لابس التيشيرت بتاعها زي البرازيل، تعتبر من المرشحين الأقوياء جدا، يمكن المرشح الأقوى في الثمانية الكبار اللي موجودين دلوقتي في إن هي تفوز بكأس العالم. فعندنا كلام كتير جدا 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 من برنامجكم طيارة الدوحة اللي بيطل وخلاص، طيارة قربت على ان هي تعمل لاندنج وتستقر في نهاية كاس العالم. ولكن حلقة مهمة جدا محتاجة منك اللايك والشير والسبسكرايب وتدوس على جرس التنبيهات عشان توصلك كل الحلقات اللي بتنزل اول باول على طول. طيب خلينا نبتدي عندنا اربع ماتشات واربع مواجهات. المواجهة الاولى خلينا نبتدي بمواجهة البرازيل وكرواتيا، وهي مواجهة أنا بشوفها مواجهة مهمة جدا، وبالعقل وبالمنطق تقول إن البرازيل هي اللي تخلص. وأنا بالنسبة لي البرازيل بتقدم أداء مقنع جدا من بدايتها من دور المجموعات، حتى الأداء اللي شفناه قدام كوريا والتيكي والتاكا واللمسات البرازيلية الجميلة. وبتتكلم كمان على فرقة مكتملة من كل الأركان، مكتملة من كل العناصر، عندها كل اللعيبة جاهزة، وبتتكلم في إنها الفرقة الوحيدة اللي المدير الفني بتاعها أشرك جميع اللعيبة بتاعتها وأشرك كل اللعيبة بتاعتها، ولعبت يعني ال 23 لعيب كلهم لعبوا، اللي شارك دي في وقت قليل واللي لعب أساسي واللي نزل من على الدكة، كل اللعيبة شاركت، وده يعتبر حاجة كويسة جدا. بهرني كمان وعجبني جدا الحالة النفسية والانسجام والهارموني ما بين تيتي المدير الفني وما بين كل لعيبة البرازيل، اللي يعني عايز اقول ايه، في حالة من الحب، في حالة من التناغم، في حالة من الاستقرار جوه الفرقة. الفرقة كلهم حابين بعضيهم، لاقيين بعضيهم، في تلاحم وفي ترابط، ومحدش بقى بيتضايق ان ده ما بيلعبش، لا ده اصل قعد على الدكة، لا اصل ده ما عجبوش، لا اصل الكلام ده كله ما بتلاقيهوش، بالعكس الدنيا كلها مظبوطة وكويسة وكله زي الفل. الناحية التانية المنتخب الكرواتي، أنا بالنسبة لي أنا مستغربه، لأنه المنتخب الكرواتي من السنة اللي فاتت، مش من السنة اللي فاتت، من كأس عالم 2018 يعني روسيا، وهو بيصعد ضربات جزاء. كان أملي أن المنتخب الياباني أشوفه هو اللي موجود في دور الثمانية، يعني نتيجة الأداء اللي قدمه ونتيجة الشغل اللي عمله ونتيجة التفاصيل دي كلها ونتيجة أنه فعلا منتخب يستحق التقدير والاحترام. وتبص حتى كمان هم إزاي استقبلوهم في مطار طوكيو، ورئيس الوزراء قابل المدير الفني وكرمهم، والتفاصيل دي كلها فعلا منتخب يستحق التقدير والاحترام، وفعلا تبقى عايز تسقف له وترفع له القبعة تماما على كل اللي هم عملوه في البطولة. وبالتالي كنت أتمنى فعلا أن هم يكونوا موجودين، ولكن ضربات الجزاء ما أنصفتهمش في الآخر قدام المنتخب الكرواتي، وفي الآخر بتشوف المنتخب الكرواتي هو اللي موجود في دور الثمانية وهيلعب البرازيل، في تكرار لنفس السيناريو اللي حصل في 2018، أنه برضو صعد من دور المجموعات ولعب دور 16 بلنتيات، وبعد كده صعد لدور الثمانية وبلنتيات ووقت إضافي، يعني بنفس السيمترية. هل المنتخب الكرواتي هو بالمنتخب المرعب السخيف الرزل؟ هو مش منتخب مرعب، ولكنه منتخب رزل، منتخب غتت بلغة الكرة، وشفنا ده قدام اليابان، وأخشى ما أخشى قدام البرازيل. يعني إحنا لو هنتكلم بقى بالعقل ومن المنطق، مش عايزين بقى عبس وكلام أهبل، إن المفروض البرازيل تنزل تسفلت كرواتيا من أول ربع ساعة، من أول نص ساعة تنزل تخلص الكلام ده كله، ولكن بالنسبة لي هي دي علامة الاستفهام. هل إحنا ممكن نشوف مفاجأة من المنتخب الكرواتي يقفل ويدافع وبالتالي يوصل لضربات جزاء أو إكسترا تايم وبالتالي يعمل مفاجأة ويطلع منتخب البرازيل؟ أنا دي بالنسبة لي تبقى وحشة جدا. المكسب الوحيد ليها بالنسبة لي إن لو البرازيل خرجت إن هي ممكن تقابل الناحية التانية الأرجنتين لو كسبت هولندا، ولكن هنيجي للقصة دي. ولكن أنا بالنسبة لي المنتخب الكرواتي
يعني ايامه معدوده، ايامه معدوده، الا اذا لو مشي بنفس السيمتريه اللي حصلت في البطوله اللي فاتت في 2018 في روسيا وقدر ان هو يكسب وبالتالي يروح برضو لبعيد في المنافسات. ولكن توقعي للمواجهه دي قلبا واحدا وقولا واحدا وكل حاجه انت عايزها، البرازيل ستفوز بهذه المواجهه وتصبح اول عضو في المربع الذهبي لكاس العالم قطر 2022. نروح بقى للمواجهه الثانيه، وهي مواجهه مهمه وقويه جدا، وانا بالنسبه لي بعتبرها هي نهائي مبكر، وهي ما بين الارجنتين وهولندا. مواجهه انا بشوفها فيها خطوره وفيها ازمه كبيره ممكن تحصل، لان مستوى المنتخب الارجنتين مش حلو، ومستوى منتخب الارجنتين مش افضل ما يكون، ومستوى منتخب الارجنتين اللي شايل الليل على كتفه في الوضع الحالي هو ليونيل ميسي، ودي بالنسبة لي هي علامة استفهام. هل ده كان الاستعداد الأمثل لمنتخب الأرجنتين؟ أنا بشوف نسخة منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا اللي فاتت اللي توج بيها المنتخب الأرجنتين أحسن بكتير وأفضل بكتير. ممكن تيجي تقولي إن مستوى الفرق مختلف، الدنيا مش عارف إيه الكلام ده كله، آه، ولكن الأرجنتين من أول ماتش قدام المنتخب السعودي وبعد كده المنتخب البولندي وبعد كده المنتخب المكسيكي ما أقنعتكش، كسبت في الاخر بليونيل ميسي حتى قدام منتخب استراليا، التصدي الاخير اللي عمله لوتارو مارتينيز في الدقائق الاخيره انقذ منتخب الارجنتين من سيناريو كان ممكن يندم عليه كتير جدا، كان ممكن يسبب له مشكله كبيره جدا، لان انت لو كنت دخلت مع المنتخب الاسترالي في اكسترا تايم بقى وبيقفل وبيعمل والتفاصيل دي كلها كان ممكن تندم على ده، وبالتالي الحمد لله ان الدنيا يعني ايه ظبطت وسطرت وفي الاخر المنتخب الارجنتين عرف ان هو يكسب، ولكنه على موعد مع نهائي مبكر. عنده مشكلة كبيرة جدا في خط الدفاع، عنده مشكلة كبيرة برضو في خط النص وخط الهجوم، الوحيد اللي شايل الليلة فعلا على كتفه هو ليونيل ميسي. عندك لوتارو مارتينيز بيضيع فرص عجيبة، عندك الدفاع مش في أفضل حالاته، فوقان إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى ده مهم جدا وبيضيف، ولو في حالته يقدر يشيل المنتخب ويشيل الفرقة زي ما حصل في ماتش أستراليا. على الناحية التانية المنتخب الهولندي برضو بالنسبة لي مش المرعب قوي، مش الواو قوي، وده بيخليني بالنسبة لي ان المواجهة دي تبقى 50-50 نص بالنص، انه يعني مش ان انا اقول لا ده هينزل المنتخب الارجنتين هيسفلت هولندا او هولندا تنزل سفلت الارجنتين، لا نص بالنص صراحة او 50-50، ولكن بعض العناصر المنتخب الهولندي قوية جدا ومهمة جدا. عندك واحد زي فان دايك في خط الدفاع عنصر خبرة ومهم جدا، بتتكلم على واحد زي فرانكي دي يونج بيقدم نسخة محترمة جدا ووجوده في ارض الملعب مهم جدا، بتتكلم واحد زي جابكو اللي انا منتظر انه بعد كاس العالم ده يروح حتة تانية ويروح يخرج بره الدوري الهولندي وينتقل انتقال اخر، بتتكلم واحد على زي ممفيس ديباي اللي موجود وظاهر وبقوة ومخلي في شكل للمستوى الهجومي للمنتخب الهولندي، وبالتالي انا بشوفها زي ما قلت لك مواجهة متكافئة جدا. يا ترى مين اللي هيكسب ويا ترى مين اللي هيكون؟ انا مستني بقى اشوف ثنائية ابو المساميس وفان دايك. اهل السلام، احب بقى كيف كده واشوف الاثنين دول مع بعضيهم، واشوف انا ابو ميسي بقى وهو بيكحول فان دايك والكلام ده كله. ولكن توقعي لهذه المواجهه صعب جدا، ولكن انا هروح مع القلب وهروح مع الدنيا اللي انا نفسي فيها وعايزها، وهو ان الارجنتين ستفوز بهذه المواجهه وستذهب بعيدا جدا 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 وهتكسب المنتخب الهولندي، وبالتالي نشوف الارجنتين والبرازيل في مواجهة مهمة جدا في نص النهائي، ولكن هنشوف ده هيتحقق ولا لا. الناحية التانية عندنا المغرب والمنتخب البرتغالي. خلينا نتكلم على المنتخب المغربي ونديله حقه كامل وكاملا، انه منتخب رفع اسم المغرب عاليا على مستوى الخصوص وعلى مستوى العموم، رفع اسم العرب بصورة كبيرة جدا، خلانا فخورين جدا، خلانا كلنا مغاربة، خلانا كلنا نفخر بأصولنا العربية ونفخر انه فعلا نتمسك بالحلم، ان الموضوع مش بعيد، ان الموضوع مش كارثي، ان الموضوع مش صعب، ان انت طالما بتجتهد وبتلعب وبتعمل اللي عليك فعلا تروح لبعيد، وده اللي بيحصل من المنتخب المغربي. سيبك من الكلام اللي طلع قاله رودري لعب منتخب اسبانيا لما قالك ان المنتخب المغربي لعب بمستوى سيء جدا وبسيناريو سيء جدا، وان هم فضلوا يدافعوا ويلعبوا على هجمات المرتده. ده يا باشا لعب اسلوب في الكوره عادي جدا نقدر نلعب بيه، وفي الاول وفي الاخر مش هيتقال اصل المنتخب الهولندي المنتخب المغربي صعد علشان كان قافل الدفاع او كذا. يا باشا قافل الدفاع، لعب على المرتدات، حقق النتيجه اللي هو عايزها، وفي الاخر المنتخب المغربي في دور الثمانيه والمنتخب الاسباني هو اللي اوت.
فده بالنسبة لي حاجة مهمة جدا وحاجة قوية جدا، وبنسطر فعلا بأحرف من ذهب زي ما بنقول، انه فعلا احنا العرب نوصل لبعيد. فاضل على الحلم خطوة، وفاضل على الحلم تكة، ان المنتخب المغربي يكسب المنتخب البرتغالي وبالتالي يكون موجود في السيمي فاينال. هل صعبة؟ لا. هل مستحيلة؟ اطلاقا. وبالعكس انا بشوف ان المنتخب الاسباني اقوى بكتير من المنتخب البرتغالي. بالعكس انا بشوف المنتخب البرتغالي مش المنتخب المرعب القوي اللي يخليك تخافه او تهابه، بالعكس انا بشوف الموضوع ايزي جدا على المنتخب المغربي، ولكن تبقى الثقة موجودة، يبقى الحذر موجود، يبقى فكرة ان انت تبقى عارف كويس جدا ان انت ما تتغرش، ان انت تلعب بنفس اسلوبك، تعمل اللي عليك وتجتهد لحد اخر لحظة، ممكن تكسب وممكن تعدي المنتخب البرتغالي. كل التحية لكل افراد المنظومة العمل في المنتخب المغربي اللي بالفعل اثبتت انه النجاح تجتهد، تتعب، تعمل اللي عليك، تبعد عن السبوبة والمصلحة، تبعد عن كل حاجة، تأمن بقدراتك، تاخد أحسن دعم، تشوف أحسن نتيجة، وده اللي شفناه في المنتخب المغربي. عجبني كل لعيبة منتخب المغرب، ولكن بالأخص سفيان مرابط اللي أنا متوقع أن بعد كأس العالم ممكن نشوفه في حتة تانية، خاصة في ظل الأخبار اللي بتتوارد على اهتمام نادي ليفربول بيه والتفاصيل دي كلها. ولكن الراجل ده مركزه ومكانه محفوظ في أوروبا في أحد أكبر الأندية الأوروبية، فعلا وجوده مهم جدا. لو هنتكلم على المنتخب البرتغالي وكريستيانو رونالدو، لأنه مش من الطبيعي نعدي الموضوع ده أو ننسى الموضوع ده. ظهرت بعض الأخبار والتقارير خاصة الديلي ميل البريطانية، قالت لك أن كريستيانو رونالدو قال أنه مش عاجبه أنه هو يقعد دكة، وأنه هدد بالانسحاب من معسكر المنتخب البرتغالي في حال جلوسه كدكة. وطلع الاتحاد البرتغالي وقال لك ان الكلام ده مش صح، وننفي هذه القصه، وان مفيش حاجه اسمها كده، وان تيجي انت تقول لي يا عم عمر، هل انت متوقع ومصدق الكلام بتاع الصحافه ومصدق كلام الديلي ميل على كريستيانو؟ اقول لك اه، انا صدقه وممكن اقتنع بيه وممكن اكون شايفه اقرب الى الصح. هتيجي تقول لي لا، طب ما مش عارف ايه، طب ما كذا، اقول لك لانه كريستيانو رونالدو لن ننكر انه احد اهم اللعيبة اللي جت في تاريخ كرة القدم، ان ما كانش يعني اقواها واحسنها. ولكن خلينا نتكلم في الوضع الحالي، انا لن اخفي تاريخ كريستيانو رونالدو، ولكن في الوضع الحالي الموضوع بقى كله مشاكل، بقى كله حوارات. انا عدى قدامي كريستيانو رونالدو وشفته في ارض الملعب، وعدى قدامي من منطقة اللعيبة الميكسد زون، وسألوا الصحفي البرتغالي قدامي وقال له على فكرة عقد النصر ومش عارف ايه، وقال له لا وانا مش الكلام ده مش صح، والتفاصيل دي كلها. ولكن الموضوع بقى مستفز، الموضوع بقى سخيف. انا بالنسبة لي المنتخب البرتغالي لما كنت موجود في ارض الملعب مع المصورين والصورة الناس كلها شافتها اللي هي من فوق، وكل الكاميرات راحة لكريستيانو عشان قاعد على الدكة، دي قيمة كبيرة طبعا محدش يقدر يغفلها. ولكن برضو نفس القصة ونفس الوش ونفس الحوار، انه برضو قاعد على الدكة، طب ومش عارف ايه، طب اصل سانتوس، لا اصل كذا، لا ماشي يقعد على الدكة. الراجل المدير الفني شايف انه الافضل للفريق انه يقعد على الدكة، والراجل لما قاعد على الدكة الفرقة كسبت بنتيجة كبيرة جدا. ده معناه هل ان هو ورق ضعف بتتسبب في ان لما بيلعب المنتخب ما بيقدمش افضل ما يكون؟ لا انا مش وجهة نظري كده، ولكن بقت في مشاكل كتيرة انا بشوفها من كريستيانو رونالدو. عارف ان الكلام ده هيزعل ناس كتير جدا، ولكن انا بشوف ده ومؤمن بده، وانه في الفترة الاخيرة الدنيا بقت زايدة حبتين. زي ما قلت لك، هل اشوف ان كريستيانو رونالدو فعلا ممكن يكون قال انه عايز ينسحب؟ اه طبعا، لانه هو عقليته مش عايز يقعد دكة، مش عايز يقعد احتياطي. ممكن يبقى الكلام صح، ممكن يبقى الكلام غلط، ولكن انا مؤمن مقتنع انه نسبيا صح. هل كريستيانو رونالدو الافضل للجلوس على الدكة؟ شخصيا لي لا، لانه طبعا ده مش هيعود بالنفع عليه، ولكنه لمصلحة الفريق بالوضع الحالي. البرتغال بتلعب احسن من غيره، مانشستر يونايتد لعب احسن من غيره، ولكن انت هتشوف الوضع هيوصل لفين مع كريستيانو رونالدو قدام. هل فعلا عقد النصر ده كلام صح ولا غلط؟ هل هيرجع يستمر تاني مع مانشستر يونايتد؟ هنشوف. ولكن المنتخب البرتغالي مش منتخب مرعب، بالرجوع للمواجهة
المنتخب المغربي مش منتخب مرعب خالص، بالعكس النتيجة بتاعة المنتخب الأسترالي أنا بشوفها نتيجة خداعة، نتيجة خداعة المنتخب السويسري سوري بشوفها نتيجة خداعة تماما، بشوفها نتيجة يعني المنتخب السويسري صعد كده عارف اللي هو ايه، حلاوة روح أنا جاي معاكو كده خلاص، وصعوده في الآخر ما عملش حاجة غير أن المنتخب البرتغالي كسب 6 ونتيجة زي ما بقولك خدعت الجميع، ولكن المنتخب البرتغالي في المتناول بالنسبة للمنتخب المغربي نتيجة ما قدمه المنتخب المغربي في كل المواجهات، في كل المواجهات. وده يخلينا نطرح سؤال، هل المنتخب المغربي قادر على الفوز؟ قادر على الفوز، وتوقعي في هذه المباراة سيذهب إلى أن المنتخب المغربي سيسطر التاريخ ويصنع الإنجازات والبطولات وبالتالي يذهب إلى نص النهائي. خلينا نروح للمواجهة الأخيرة وهي مواجهة أنا بشوفها مهمة جدا وقوية جدا، وهي بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الفرنسي، شاكب وراكب والدنيا كده مع بعضيها عشان نخلص الكلام الحمصاني ده كله. أنا بقولك المنتخب الفرنسي حينزل يدوس على المنتخب الإنجليزي. تقول لي عم عمر طب الكلام ده صح؟ طب الكلام ده ينفع؟ أقولك يا باشا، باشا الله يبارك لك، هل انت شايف ان المنتخب الانجليزي هو منتخب مرعب؟ المنتخب الانجليزي عنده اسماء قويه جدا في خط الهجوم، ولكن في الدفاع الله اكبر. شوف اللي ما يقدمه، المستوى اللي بيقدمه كيليان امبابي، المستوى اللي بيقدمه كيليان امبابي، وشوف ان انت هيدافع عليه ماجواير، فانت مستني ايه؟ المنتخب الانجليزي عدى من منتخب السنغال في دور ال 16، كنت طبعا اتمنى المنتخب السنغالي يعدي، ولكن عدت الـ الامور. اسمح لي بس اسند الموبايل عشان ايدي وجعتني. ولكن الدنيا انا بالنسبه لي المنتخب الانجليزي في المتناول بالنسبه للمنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي قوي على جميع الخطوط، برضو مش المنتخب المرعب. انا بالنسبه لي لو شلت مبابي من المنظومه وجيرو من المنظومه انا ما اشوفش المنتخب الفرنساوي منتخب صعب. بالنسبه لي في الثمانيه اللي موجودين كلها اخطر منتخب بالنسبه لي بلا مبالغه هو المنتخب البرازيلي، واكثر منتخب مزعج في الثمانيه بلا مبالغه المنتخب المغربي. ولكن بالكلام على مواجهه انجلترا ومواجهه المنتخب الفرنسي، انا بشوفها مواجهه شبه محسومه للمنتخب الفرنسي، ولكن أتمنى أن إنجلترا تكسب علشان تشيل خطر منتخب فرنسا، وبالتالي المنتخب المغربي يعدي من منتخب البرتغال، وبالتالي الاثنين يواجهوا بعض المنتخب الإنجليزي والمنتخب المغربي، ويتحقق بقى المفاجأة والحلم في هذا الصدد وهذا الموضوع، وبالتالي نشوف المنتخب المغربي بقى فاينل كاس عالم ولا حاجة، لأن المنتخب الإنجليزي برضو في المتناول عادي جدا. انا عارف الكلام ده ممكن يزعل ناس كتير ويقول لك ايه العبط اللي انت بتقوله كده، انا بقول لك اللي مقتنع بيه واللي انا شايفه وشايف الحلم مش بعيد، ولكن اتمنى ان المنتخب الانجليزي يفوز على المنتخب الفرنساوي، ولكن انا بشوف في الاخر ان المنتخب الفرنسي هو اللي هيفوز على المنتخب الانجليزي، ويكتمل المربع الذهبي بنصف نهائي ناري جدا بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي والمنتخب الارجنتيني، ولكن هنشوف الدنيا هتوصل لفين. ولكن طالما وصلت للجزئيه دي فانا كده خلصت كلامي في توقعنا لدور الثمانيه للثمانيه الكبار الموجودين حاليا في كأس العالم في هذه النسخة. إذن هي تحياتي عمر خالد من طائرة الدوحة، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على جرس التنبيهات عشان توصلك كل الحلقات اللي بتنزل أول بأول على طول. إذن هي تحياتي عمر خالد، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.